عمل من 15 حلقة فقط، حتى اللي ما تابعوش المسلسل تابعوا الكليبات والمقاطع الصغيرة اللي نزلت على الوسائط. خطفتهم زهرة بأدائها أولاً، بذلك الامتلاء بالموهبة والجمال. صالون زهرة أعتقد أنه يمكن يكون من أكتر الأعمال اللي حققت لنادين نسيب نجيم مشاهدة مرعبة. معك حق، لأنه أنا لاحظت أنه كنت أجع على التصوير ماني مؤيدة بولا شيء، كنت حاسة بحرية غريبة. كنت حاسة أنه مشاعري منا مكبوتة ولا محدودة بأي، منا محطوطة ببوكس. حسيت حالي مثل العصفور الطاير، يعني كان عم يطلع معي إشي عم تطلع معي تلقائية وعفوية. طلعت هيك قلت يا عمي إنه هل أنا عم بلعب دور زهرة، ولا أنا هي أنا نادين، ولا زهرة عم بتطلع نادين الجواتي، ولا حسيت إنه في مولي نكس من المشاعر بلند عن جد ميكس من المشاعر. إنه حسيت إنه بمطارح أنا مرتاحة مصدقتها حبيبتها، وعم كون أنا نادين. يعني يمكن كرمال هيك قدرت لامس قلوب المشاهد، أو مثل ما قلتي أنه ياخد هالصدى الكبير، أو يحسوا أنه هن حبوها لزهرة كشخصية، لأنه بمطارح أنا وياها منلتقى بكتير مطارح. زهرة أخدت صدى كبير جدا، وكأنك غير مقيدة زي ما قلتي. إيه اللي ادالك الحرية أكتر في العمل ده؟ أنا يعني صار لي 3 سنين إذا بدك عم فكر فيه للعمل، وحب هيدي الفكرة، وما عم لاقي لها مثل ما بقولوا بس وقت، يعني نظم السكادجول تبعي لحتى لانه يتنفذ ويشتغلوا لهالنص. حببته من الاول، يعني انا عشقنتها للشخصية، وكل ما افكر فيها بضحك. يعني من 3 سنين بس تجي هيك الفكرة براس بقول امتى بدي اعمل بقى هالمسلسل، زهرة. كل ما افكر انه بس ببعض المشاهد والمواقف تبعها بضحك لحالي. يعني أنا مثل ما بقولوا يعني عايشتها قبل ما تصير، قبل ما تنكتب حتى على ورق. المسلسل ده كله كنت مستمتع؟ لا هيدا المشهد كوم والمسلسل كوم تاني فعلا. انا فشيت خلقي بعد نهار تصوير الساعه 11 بالليل هيدا المشهد، وانا قاعده يلا ويلا وارقص واتسلى. بس واضح انك كنت رايقه بجد في المسلسل. ايه ويقطع انا ما كنتش رايقه، انا ما كنتش رايقه خالص فعلا. لا يعني القصص اللي كنت عم بمرق فيها ما بتخلي واحد يطلع معه هيك عمل ابدا، مستحيل. بس كان فشت خلق لألي. عملية ولا شخصية؟ كان بس كان لألي فشت خلق، كان المنفس تبعي. يعني اجي على تصوير انسى كل شيء، افصل وفوت خلص، انه انا فاتي على عالم تاني، العالم اللي انا اذا بدك هيك عم بغير لي مزاجي. فهيدا المشهد قد ما قطع فيه جو انا ما كان عندي مشكل، قال له زيد خد بعد وارجع عيد على عزة اجوي جميل، من أجمل المشاهد.